اليوم بجهز وبروح اغير جو بطلع راح انظف وجهي بالنيتشر ريبابليك اللي هو الالويرا فيرا الغسول هذا زي ما قاعد تشوفونه، وبعدين بوريكم شيء راح استخدم الشيء الثاني حق التونر اللي هو من نيتشر ريبابليك، نفس الكونسبت بس هذا لونه. الحين بستعمل هذا نيتشر ريبابليك الالويرا فيرا جل سوذنج جل، كمية شي خفيفة. شوفوا شلون وتاب تاب تاب تاب، وايد خفيف، بسرعة تمتص في البشرة ويحافظ على النضارة الصحية، ويصير تستعملون حتى حق الشعر شوية شوية في الشعر، يصير حتى حق الأماكن هذه. ناخذ شوية كذي شوية لمعان شي طبيعي من قبل روح مشوارنا كذي استعملنا. ايش رايكم؟ Not bad صح؟ شوي السكين خليه glowing، وشوي شوي مع الوقت يتصلح السكين. هستعمل هذا النيتشر ريبابليك اللي هو الباتر ليب بام بهذه النكهة شنا مانجا. هجي شوية جي حط لي شوي شوي وايد زين، وايد وايد زين وخفيف ومو ثقيل وايد. هذا انا احبه فيه نيتشر ريبابليك منتجاتهم.